الشك هو حالة نفسية تنتاب البعض وتكون ما بين التصديق والتكذيب أو ما بين التأمين والتخوين. وبعض الدراسات أشارت بأن الشك يأتي الفرد من الحالة النفسية وليس من الحالة العقلية. ما يهمنا، المهم هو أن هذا الشك إذا ازداد عند الواحد وتعدى الحدود الطبيعية ممكن يتحول إلى شك مرضي، وممكن حتى يتحول إلى بعض الاضطرابات النفسية مثل اضطراب الوسواس القهري Obsessive Compulsive Disorders. فصير الواحد يشك باللي حوله ويشك بنفسه ويشك بالأمراض ويصير طول وقته يفكر بهذه الشكوك وهذه الوساوس. ببساطة، إذا كان عندك شكوك بالوضع الطبيعي فلا تعطيها اهتمام ولا تعطيها أكبر من حجمها عشان ما تزداد. وإذا كنت تعاني من الشك، حاول أنك تدرب نفسك بأنك تأخذ الجانب الإيجابي من الأمور وأنك ما تعطي مجال للشكوك هذه عشان ما تسيطر عليك. إذا زادت الشكوك عندك وتحولت إلى اضطراب، فالأفضل أنك تأخذ الاستشارة النفسية. فمعنا